النهارده هنتكلم في اخطر درس في الالجبرا، ودرس مهم جدا بتيجي فيه اسئله كتير في الامتحانات في اليونت الثانيه. الدرس ده بيتكلم عن بسكالز ترينجل. انتوا فاكرين الكوست تو ذا باور 1 يوجا اي بلس بي تو ذا باور 1 بيطلع هو يوجا اي بلس البي، الكوفيشنت بتاعت اي 1 والكوفيشنت بتاعت بي 1. لما تكون a plus b all to the power 2 بيطلع 3 terms، يوجا power 2 بيطلع 3 terms، a square plus 2ab plus b square يوجا طلعت 1 و 2 1. انا اتكلم عن coefficients بس، a plus b to the power 3 الكوفيشنتس تطلع 1 3 3 1، وبتطلع a to the power 3 وبعدين a to the power 2 وبعدين a to the power a بس وبعدين مفيش a، بتطلع ما فيش بي في الاولاني، بتطلع بي في الثاني، بي سكوير في الثالث، بي تو ذا باور 3 في الرابع. المهم ان هي باور 3 طلعت 4 تيرمز، وباور 4 هتطلع تيجي ازاي؟ بص شوف كده في النص ال 1 وال 1 2 في النص، طب 1 و 2 3 و 2 1 3 في النص، انا بتكلم في النص، سيبك من الونات اللي في الاول وفي الاخر. ال 1 و 3 4 ال 3 وال 1 4 ال 3 وال 3 6 في النص، ماشي ال 1 وال 4 5 ال 4 وال 6 10 وهكذا. جمع العلماء اكتشفوا انه دي بتطلع الفكه بتاعت الاقواس تو ذا باور، وبناء عليه جابوا القانون ده اللي هنشوفه دلوقتي. لقي ان الاي بلس بي اول تو ذا باور 1 عباره عن 1 سي 0 و1 سي 1. طب والكوفيشنت بتاعت الثانيه السكند اللي اي بلس بي تو ذا باور 2؟ قال يوجا 2 سي 0 2 سي 1 2 سي 2. طب و 3 سي 0 3 وهكذا، بص 3 سي 0 3 سي 1 3 سي 2 3 سي 3 يبقى لغايه لما توصل للرقم اللي فوق 4 سي 0 4 سي 1 4 سي 2 4 سي 3 4 سي 4. دي الكوفيشنتس بتاعت التيرمز اللي احنا هنفكها دلوقتي. بناء يبقى ال x plus ال a to the power ال n على فكرة equal n c 0، بس ال n c 0 ب 1 خلاص، يبقى ال x to the power ال n يبقى الأولاني to the power ال n minus 0، والتاني اللي هي ال a to the power 0 ما بكتبهاش. الترم التاني n c 1 x to the power n minus ال 1 اللي فوق minus اللي تحت ال n minus ال 1، إنما ال a to the power التحت اللي هي ال 1 n c 2 ال x to the power n minus 2 وال a to the power 2 وهكذا لغاية a to the power ال n. طب لو كانت minus term positive term negative term positive term negative and so on لغاية لما توصل للنهاية. مثال على الكلام اللي قلناه دلوقتي، بيقول write the expansion 2x plus 3y all to the power 4. طيب اول حاجه توجا 2x to the power 4، ليه؟ لان معاها ايه 4c 0 ب 1 مش ما بكتبهاش، 4c 1 و 2x to the power 3 جت منين ال 3؟ 4 minus ال 1. طب و 3y اللي هو الثاني to the power التحتاني اللي هي 3y to the power 1، 4c 2 توجا 2x to the power 2 و 3y to the power 2، 4c وهكذا. يبقى الاولاني to the power الفرق بينهم والثاني تحتاني خلاص، وتفكها وتطلع زي مثلا لما بيقول لي ايه 3x plus y all to the power 5، برضه نفس الكلام 5c 0 و 3x to the power 5 وبعدين 5c 1 و 3x to the power 5 3x to the power 5 minus ال 1 وال y to the power 1 3x تبقى n 5c 2 و 3x to the power اللي هي اللي انا بتكلم في الاولانيه اللي هي write the expansion of وهكذا هتوصل لغايه اخر ترم هيكون y to the power 5. في سبيشال كيس اللي هي ايه؟ لما تكون 1 بلس اكس، يعني في رقم 1 في ال 2 تيرم في الاكسبانشن، في 1 فيها 1 بلس اكس او 1 ماينس الاكس، هتبقى 1 بلس ان سي 1 اكس ان سي 2 اكس 2 ان سي 3 اكس 3 ان سي 4 اكس 4 وهكذا لغايه
ان سي ان دي ب 1 طبعا و اكس تو ذا باور ايه ال ان. لو بالماينس يبقى تيرم بوزيتيف تيرم نيجاتيف تيرم بوزيتيف تيرم نيجاتيف اند سو اون. بيقول لي write the expansion of 1 plus x all to the power 6 then use it to find the numerical value of the expansion ده اللي هو 6 c0 6 c1 6 c2 and so on لغايه 6 c6. طيب دول كلهم انت فك دي عادي 1 plus x to the power 6 تبقى ايه اول ترم هيبقى 1 هو المفروض 1 to the power 6 ب 1 يعني وبعدين plus 6 c1 x to the power 1 6c2 x to the power 2 لان الترم الاولاني 1 مش هقعد اقول 1 to the power 6 minus 1 1 to the power 6 minus لا 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 ما دي 1 خلاص يبقى ايه اول ثاني ترم هيكون في x ثالث ترم هيكون في x سكوير ثالث رابع ترم x3 and so on لغايه x to the power 6. ملاحظ ان دي فيها شبه من اللي فوق اللي هي 6c0 6c1 6c2 6 وهكذا ماشي لغايه اخر واحده 6c6. فانت بس لو شلت الاكسات طب تشيل الاكس دي ازاي حطها ب1 لو حطيت الاكس ب1 دي هتبقى 1 plus 1 all to the power 6 بتساوي اللي احنا كاتبينه اللي هو اللي طالبه فوق. طيب ال1 plus 1 to the power 6 بكام اللي هي 2 to the power 6 بكام ب64 يبقى كان الفاليو بتاع كل دول equal 64. واحدة تانية بيقول لي find the value of 1.01 to the power 9. طب ما دي مفصصها نعملها 1 plus 0.01 to the power 9 ونطبق القانون يبقى ان c0 اللي هي 9 c0 يعني ب1 وبعدين 9 c1 وال 0.01 to the power 1 0.01 to the power 2 وهكذا ومعاها 9 c2 9 c3 9 c1. هنا بتجيب approximate value to 3 decimals فبناخد 3 4 ترم كده ونشوف الريزلت هتطلع بايه. طلعت 1.0936 اللي هي 1.094 يعني ده الاجابه بتاعت السؤال. هنتكلم عن general term of the expansion of a polynomial. الجنرال تيرم اللي هو تي ار بلس 1 اللي هو ان سي ار والاولاني تو ذا باور ان ماينس ار والثاني تو ذا باور ار اللي هو الواي تو ذا باور ار ده في الاكسبانشن اللي هو مين اكس بلس واي تو ذا باور ان. يبقى قلنا ايه ان سي ار ده جنرال تيرم والاكس تو ذا باور ان اللي فوق ماينس اللي تحت والواي تو ذا باور اللي تحت. بس خلي بالك تي ار بلس 1 يعني مثلا لو كانت تي 6 يبقى تي 5 بلس 1 تي 7 يبقى تي 6 بلس 1 وهكذا يبقى انا بنقص واحد مني. اه في المثال اللي تحت ده بيقول لي اكس بلس 2 اوفر اكس اول تو ذا باور 8 عايز ال 6 ستيرم 6 ستيرم يبقى ايه تي 6 تي 6 اللي عباره عن ايه 5 بلس 1 يبقى 8 سي 5 والاولاني تو ذا باور 8 ماينس ال 5 اللي هو 3 والثاني اللي هو 2 اوفر اكس اول تو ذا باور ايه التحتاني اللي هي الفايف بس هتطلع الإجابة 1792 x to the power 2 ماشي. بس هو عايز الكوفيشنس يعني سيبك من الإكسات دي خالص x to the power negative 2 هسيبني منها وهاخد الرقم اللي قدامها اللي هو 1792 ماشي. بيقول لي لاحظ ان ال tr plus 1 بتساوي ان cr وال coefficient of the لو كنت عايز الكوفيشنس ما تكتبش الاكسات تكتب ذا كوفيشنت اوف ذا فيرست تيرم تو ذا بار ان ماينس ار كوفيشنت اوف سكند تيرم تو ذا بار ار اللي هي الاولاني تو ذا بار ان ماينس الار والثاني تحتاني اللي هو الار. في الاكسبانشن ده الكوز ذا تو ذا باور 13 according to the descending power find the tenth term from the end من النهاية مش من البداية. ويمكن الرسالة دي عدت عليكم في السيكونس زمان زيها. عايز ال tenth term من النهاية في طريقتين ممكن اجيب ال ابدل الاثنين دول مع بعض اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 2 اكس احطها من قدام و 3 اكس سكوير تبقى من ورا وكده يبقى انا هجيب تي 10 من البدايه. ليه؟ لان انا بدلت الاثنين مع بعض. يبقى ممكن ابدل التو تيرمز اللي هي ايه نيجاتيف 1 اوفر 2 اكس اجيبها من قدام و 3 اكس سكوير احطها من ورا واجيب تي 10 عادي جدا تبقى 13 سي 9
الاولاني اللي هو negative 1 over 2x all to the power 13 minus 9 يعني 4 و 3x squared to the power 9 التحتاني. وكده جبت الفاليو. لاما في طريقه ثانيه اللي كنا بنعملها في السيكونس زمان كنا بنقول هم كام دول دي تو ذا باور 13 يعني كام تيرم 14 تيرم 14 ماينس 10 بلس 1 لو تفتكروا 14 ماينس 10 بلس 1 هتطلع ب 5 هجيب تي 5 اللي هي 4 بلس 1 يبقى 13 سي 4 والاولاني تو ذا باور 13 ماينس 4 والثاني تو ذا باور 4 وهتطلع الاجابه نفسها هي هي. في المثال زي دوا x plus 2 to the power 6 و x minus 2 to the power 6 الاثنين حطيت بلس في وسطهم. طب ما دي هي دي بس اختلاف في ايه؟ في واحده بالبوس واحده بالنيجاتيف. لما يكون عندي تو اكسبانشنز زي بعضهم كده فبيطلع توايس الاود تيرم لما يكون بلس بلس في النص، لكن لو كان ماينس يبقى تطلع توايس الايفن تيرمز. فتوايس الاود تيرم يعني توايس تي 1 توايس تي 3 توايس تي 5 توايس تي 6 تي 7 وبناء عليه اجيب كل ترم منهم، اجيب تي 1 بكام واجيب تي 3 بكام واجيب تي 5 بكام وتي 7 واضربهم تايمز 2 وتطلع هي الاجابه. لكن لو كان ماينس يبقى تطلع توايس الايفن ترمز يعني تو جت 2 من تي 2 تي. خلي بالك ان عندي تو ذا باور 6 يعني لازم تطلع اخر ترم تي 7. احنا قلناها قبل كده انه بتزيد واحد عن اللي مكتوب. ماشي؟ طيب. في المثال اللي تحت ده اللي هو نمبر 7 مديني 3 بلس الاكس تو ذا باور 11، خلي بالكوا ده جه كذا مرة في الامتحان. 3 بلس الاكس تو ذا باور 11، ماينس 11 سي 1، 3 بلس الاكس تو ذا باور 10، 1 ماينس 2 اكس تو ذا باور من غير باور، والثاني 11 سي 2، والأولاني تو ذا باور 9 اللي هي 11 ماينس 2، والثاني تو ذا باور 2، وهكذا. يبقى بيعمل إيه هو؟ ده بيفك. طب يفك مين؟ ده كانت اكسبانشن كبيرة شوية، الترم الأولاني فيها كان 3 بلس الاكس. والترم الثاني كانت ايه؟ 1 ماينس 2x وفي وسطهم ماينس ليه؟ لان الاولاني بوزيتيف الثاني نيجاتيف الثالث بوزيتيف الرابع نيجاتيف وهكذا ماشي؟ يبقى كان في وسطهم نيجاتيف وكل ده كان تو ذا باور كام؟ 11 ليه؟ ال n اللي هي مكتوبه فوق ال c يعني 11 سي 1 11 سي 2 11 سي 3 ماشي؟ يبقى كان تو ذا باور 11 وتجيبها كمان ممكن منين؟ من اول ترم تو ذا باور 11 واخر ترم تو ذا باور 11 يعني في طريقتين. طيب انت لو كتبت 3 بلس الاكس في كوس ماينس 1 ماينس 2 اكس في كوس وتو ذا باور 11 اجمع دول 3 ماينس 1 تبقى فيها 2 واكس بلس 2 اكس يبقى 3 اكس اول تو ذا باور ايه؟ ال 11. وبكده يبقى انا اقدر اجيب ايه؟ اللي عايزه. عايز تي 5 اجيب تي 5 من الاكسبانشن الاخير ده اللي هو 2 بلس 3 اكس اول تو ذا باور ال 11. هيبقى ايه؟ 11 سي 4. ليه سي 4؟ عشان 5 هتقول لنا 4 بلس ال 1. و 2 اللي هي الاولاني تو ذا باور الفرق بينهم اللي هي 11 ماينس 4 تو 7 وال 3 اكس تو ذا باور التحتاني اللي هي ال 4 واطلع الاجابه بتاعتها ايكوال كام. هنا في الاكسبانشن ده بيقول لي 1 بلس سي اكس اول تو ذا باور ال ان فكك هو واداني فكه ليها وبعدين كاتب ان 16 a1 equal 3 a2 find the value of n و c يبقى ال n كانت بكام وال c كانت بكام اللي جوه القوس السي الصغيره اللي جوه القوس دي. طيب انا لو فكيت دي 1 plus cx all to the power n اول ترم ب 1 والثانيه هتبقى ان c1 cx all to the power 1 والثالث ان c2 c سكوير اكس سكوير ان c3 c3 اكس 3 ان c4 c4 اكس 4 وهكذا. طيب ال ان سي 1 سي مش هو ده الترم الثاني واللي هو بص في الفكه اللي فوق هيساوي كام؟ يساوي 20. طب والان سي يبقى اولا ان سي 1 بان ان سي تبقى ب 20 يبقى السي طلعت ب 20 اوفر ان اركن الايكويشن دي وخليها نمبر 1. طب الثاني الترم الثالث يعني في الترم الثالث اللي هو اي 2 في الترم الثالث اللي هو الكوفيشنت بتاعت اكس اوفر 3 مكتوبه ايه فيها؟ 16 ان سي 2 سي 2 السي الاولانيه سي كابيتال اللي هي بتاعت الكومبينيشن اللي هتطلع الاجابه بكام؟ هو مدهاني ب كام؟ 16 ان سي 3 سي 3 يعني تبقى 16 ان سي 2 بتساوي 3 ان سي 3 سي سي الصغيره مش السي الكبيره. لو انت عملت سبستيوتنج يعني عوضت من الاولى في الثانيه هنعوض عن سي، سي اللي جبناها قبل كده ب 20 اوفر ان، حطها 20 اوفر ان.
هتفكها تلاقي ال 3 هتروح مع ال 3 وهتبقى 16n بتساوي n minus 2 times 20 ومنها يبقى تطلع ال n minus 2 بتساوي 20 over 16 وتطلع ال n ال c منها بكام؟ هتطلع ال n ب 10 ومنها ال c تطلع بكام؟ ب 2 يبقى ال n تطلع ب 10 وال c تطلع بايه؟ ب 2. المثال ده شديد شويه، بيقول لي find the coefficient of x to the power 10 في الاكسبانشن ده. طب الاكسبانشن ده فيه 3 تيرم، احنا ما خدناش 3، احنا كان كله 2، نقدر نعملها 3، نعملها 2 ازاي؟ خلي الاكس ماينس اكس سكوير ده تيرم وحده ماشي، وخلي ال1 وحديها عشان تبقى سهله الفكه للسهوله اللي خدناها من شويه. يبقى 1 بلس افتح قوس اكس ماينس اكس سكوير all to the power 9، هات تي ار بلس ال1، تي ار بلس ال1 يبقى ان سي ار والتاني تو ذا باور ايه؟ تحتاني اللي هو اكس ماينس اكس سكوير تو ذا باور الار. طب تي ار بلس ال1 تبقى ان سي ار واكس تو ذا باور الار، يعني انت ممكن تفك القوس ده ازاي تو ذا باور ار افكه؟ ممكن تاخد الاكس كومان فاكتور، لو خدت الاكس كومان فاكتور تو ذا باور الار ويتبقى 1 ماينس اكس اول تو ذا باور الار ماشي؟ طيب الجنرال تيرم فيه ده هو عباره عن ايه؟ تبقى ان ار سي، انت عندك القوس تو ذا باور ار هنا، يبقى ار سي ام في نيجاتيف اكس تو ذا باور ام عشان في نيجاتيف قدام الاكس. طيب يبقى تي ار بلس ال1 بتساوي نيجاتيف 1 تو ذا باور الام و 9 سي ار و ار سي ام واكس تو ذا باور ار بلس الام. ملاحظ هنا هو عايز ايه؟ الكوفيشنت بتاعت اكس تو ذا باور 10، عشان تبقى اكس تو ذا باور 10 يبقى لازم الار بلس الام دي تكون ب 10 اخر ترم، اكس تو ذا باور ار بلس الام تبقى ب 10. طيب يبقى منها اقدر اجيب الار هتساوي ايه؟ مور ذان الام وليس ذان ال 10، الار هتبقى مور ذان الام وليس ذان ال 10. طيب الام دي الار لو ب 5 هتبقى الام 5، لو الار ب 6 دي مش ار بلس ام بيساوي 10، ار بلس الام بتساوي 10. الام دي ما تعديش الار، لازم الام تكون اقل من الار لان الام تحت والار فوق. يبقى ممكن تكون الار ب 5 الام 5، الار ب 6 الام 4، الار ب 7 ان 3. ليه؟ عشان يكون مجموعهم ايكوال 10، ار ب 8 الام ب 2، ار ب 9 الام ب 1. يبقى الكوفيشنتس هيطلع ده كتير اهو، 9 سي 5 و 5 سي 5 بلس 9 سي 6 تايمز 6 سي 4 ماينس 9 سي 7 7 سي 3، كل دول هتجيبهم بالفاليو بتاعتهم بالكالكوليتر هتطلع الاجابه 117. لما يقول لي prove that n cr divided by n minus 1 cr minus 1 equal n over r، طبعا دي مسألة عادية على الجزء الأولاني، بس ملاحظ هنا ال n اللي فوق n cr، التحتانية n minus 1 cr minus 1، هو عايز يثبت إن هي بتساوي n over r. طيب وبعدين بيقول لي if the ratio between t6 in the expansion ده and t5 في الاكسبانشن التاني ده بتساوي 8 over 9 find the value of x. خلينا في المثال الاولاني، المثال الاولاني ده هتفك ان سي ار، انتوا عارفينها فاكتوريال ان على فاكتوريال ان ماينس ار فاكتوريال ار. طب والتحتانيه؟ فاكتوريال ان ماينس 1 على فاكتوريال ان ماينس 1 ماينس ار ماينس 1 تبقى بلس 1 يعني، وفاكتوريال ار ماينس ال 1. طيب انتوا فاكرين لما يكون عندنا في الفاكتوريال في واحده فاكتوريال ان والثانيه فاكتوريال ان ماينس 1 تحت، طبعا الكبيره فوق اللي هي ال n، طلع n من بره وتتبقى فاكتوريال n ماينس 1 تروح مع اللي تحت. عندنا فاكتوريال r ماينس 1 وفاكتوريال r تحت، نطلع من ال r واحده بره تبقى ال r بره وفاكتوريال r ماينس 1 تروح مع اللي فوق. طب n ماينس ال r واللي فوق n ماينس ال r راحوا مع بعض، يبقى كده بقيت ايه؟ المنظر اللي قدامنا طلعت n اوفر r. ليه؟ لان ال n ماينس 1 فاكتوريال هتروح مع الفاكتوريال n ماينس 1 وفاكتوريال r ماينس 1 هتروح مع فاكتوريال r ماينس 1 هتتبقى n اوفر r. طيب في المثال اللي بعديه تي 6 من الفوقانيه، جبناه تي 6 من الفوقانيه 15 سي 5 اكس تو ذا باور 10 1 اوفر اكس تو ذا باور 5. طب وتي 5 من الثانيه يبقى 14 سي 4 في اكس تو ذا باور 10 في نيجاتيف 1 اوفر اكس سكوير تو ذا باور 4. الريزلت ايكوال كام؟ 8 اوفر 9. كده اقدر اطلع الاكس تطلع بكام؟ هتطلع 2 اوفر 3. نيجي لأخطر جزء في الدرس ده اللي هو الميدل تيرم. الميدل تيرم بتاع الاكس بلس الـ 8 تو ذا باور الـ n.
طب هنا انا عايز اعرف الان دي، الان دي هتبقى اود ولا ايفن؟ ماشي، لو كانت الان ايفن هيطلع 2 ميدل تيرم، لو ان از ايفن يبقى في 2 ميدل تيرم. طيب يبقى الان نجيبهم ازاي؟ ان بلس 2 اوفر 2 وان بلس 3 ان بلس 2 بلس 1 ان بلس 2 بلس 1 هي هي، يعني ان بلس 2 اوفر 2 لو انت اختصرتها تطلع ان بلس 2 بلس 1. ماشي، ده لو كان ايه ايفن نمبر. اما لو كان اود هيطلع كام؟ بص معايا، لو كان الباور اود هيطلع كام ترم مثلا؟ هيطلع ايفن ترم، مش احنا بنزود واحد على الاود؟ يعني مثلا لو كانت ذا باور 5 هيطلع 6 ترم. طب 6 ترم في كام ترم في النص؟ في 2 ترم في النص اللي هو الثالث والرابع. طب لو كانوا 8 ترم، ماشي، او كان 9 ترم، 9 ترم هيطلعوا 10 ترم، ال 10 ترم يبقى في تي 5 وتي 6 دول اللي في النص. طب بنجيبهم ازاي دول؟ نجيبهم ازاي؟ ان بلس 1 اوفر 2 وان بلس 3 اوفر 2، ده الميدل تيرمز. طب في الاكسبانشن ده 3 سو باور 12، 12 يعني كان 13 ترم هيطلع واحد بس في النص اللي هو مين؟ تي 7. جت ازاي؟ 12 اوفر 2 بلس ال 1 يبقى يطلع 7، يعني تي 7. هات تي 7 من دي اللي هي 12 سي 6 و 2 اكس تو ذا باور 6 1 اوفر 2 اكس سكوير تو ذا باور ايه 6، هتساوي 12 سي 6 و 2 تو ذا باور 6 1 اوفر 2 تو ذا باور 6 واكس تو ذا باور 6 ماينس 12. المهم هتطلع 12 سي 6 اكس تو ذا باور نيجاتيف 6، وممكن تجيبها بالكالكوليتر 12 سي 6 دي. طيب الميدل ترم بتاع ال 15 هنا تو ذا باور 15 هنا ده واحد بس، ليه؟ هيبقى 15 بلس ال 1 اوفر 2 واللي وراه لا 2. الميدل ليه ده الباور اود؟ الباور اود يبقى يطلع 2، 15 بلس 1 اوفر 2 و15 بلس 3 اوفر 2. لو عملتها تلاقيها تي 8 وتي 9، هتجيب تي 8 من الاكسبانشن اللي فوق ده وتي 9. يبقى تاني لو كان الباور اود هيطلع 2، لو الباور ايفن بيطلع واحد بس، لان الايفن تقبل على 2. لو الرقم حتى خدها من دي، لو الباور يقبل على 2 يبقى تقسم على 2 وتزود 1 يطلع لك الميدل تيرم. ماشي، هتجيب تي 8 من الاكسبانشن ده وهتجيب تي 9 من الاكسبانشن ده، وده اللي كان عايزه في المثال اللي قدامنا ده، هو الميدل تيرم هم الاثنين. طب هنا اعمل لي بلس، هات الميدل تيرم من دي تو ذا باور 8 ودي تو ذا باور 8، هات الميدل تيرم. طب مش ده 8؟ ال 8 تقبل على 2 ولا لا؟ تقبل، فيها الكام؟ فيها ال 4 بلس ال 1 تبقى 5. هجيب تي 5 من الاولانيه وتي 5 من الثانيه واجمعهم هما الاثنين على بعض ويطلع ايه؟ الميدل تيرم. يبقى تجيب تي 5 اللي هي 8 سي 4 في الاولاني تو ذا باور 4 في الثاني تو ذا باور ايه؟ 8 ماينس ال 4. ماشي؟ بكده احنا خلصنا الميدل تيرم، ولسه فاضل الريشيو بتوين تو كونسيكيوتيف تيرمز اللي هي تي ار بلس 1 على تي ار، وهنكمل باقي الدرس ده اليونت دي وتبقى خلصت اليونت دي كلها. شكرا ليكم.